الموقع الحر على التغطيه ديالو للاحداث اللي وقع دابا اليوم الخميس في درب عمر، الملتقى ديال رحال مسكيني مع ساحه النصر حدا برج الياقوت، مركب تجاري برج الياقوت، حيت التجار ديال هنا تفاجؤوا هذا الصباح، جات شركه ديال الاشغال ديال الترامواي بداو كيهرسوا الجنب ديال المحلات ديالهم بدون سابق انذار. نورمالمون كانت الشركه خدامه في وسط الطريق، يعني كدير اشغال ديال عاديه، ولكن بقى التريطوار اليوم بدون ما يعلموهم تفاجؤوا التجار انهم جاو كيهرسوا التريطوار الجنب ديال المركب التجاري اللي فيه اكثر من 100 محل وعاد المحلات اللي في الشارع. لهذا بداو كيتصلوا بنا كجمعيه وجينا وقفنا لهم جميع الاعضاء واتصلنا بالسلطات واتصلنا بالمسؤول ديال هذه الشركه هذه، وجا قال لك اودي تصبروا معنا يومين غادي يحفروا هذه المنطقه هذه فوق التريطوار، من بعد غادي يديروا التفنه غادي يديروا الولوج ديال المنطقه ديال كل محل. ولكن التجار كيتخوفوا باش ما يوقعش لهم بحال كما وقع في بعض الازقه اللي واقفه في تقريبا اشغال. انتم كتعرفوا بان هذه الفتره هذه ديال الشتاء كاين امطار هذه دابا كطيح الحمد لله، ولكن غادي يوقعنا الغيص غيعمر هنا بالماء، غادي يدخل الماء للمحلات اللي كاينين في لاكاب ديال القيصر ديال برج الياقوت. هذا هو التخوف اللي عندي التجار. علاش نوض الضرر اللي كاين دابا حاليا؟ الكليان ما عندهمش كيفاش ولا يدخلوا للمحلات، يعني اصحاب المحلات التجاريه ما عندهمش كيفاش يدخلوا للمحلات ديالهم ولا يخرجوا، كاينه بحال حفره كبيره اللي يحفروا دابا هاد الشركه هادي، يعني ما قدروش يتحركوا يدخلوا سلعتهم ولا يخرجوا، كيتخوفوا حتى من الماء ديال الشتاء تدخل لهم لاكافات ديالهم. المسؤوليه كتحملها الشركه هذه اللي مكلفه بهذه الاوراش، لان يعني خصها تسرع بالاشغال، وكذلك المسؤول ديال سواء المقاطعه السيدي بليوت ولا السيد العمده يراقب الان الاشغال هذو، ومن المفروض ان هذه الشركه هذه والمسؤولين يتواصلوا مع جمعيه اتحاد التجار والمياني درب عمر باش يعلموهم ويتواصلوا معهم باش حتى هنا نعرفوا كيفاش نبلغوا التجار امتى غتبدا الاشغال امتى غتسالي والمشاكل اللي كاين نلقاو ليها الحلول. اني كاين واحد الهدم